تدعو إلى الحرب الأهلية. نعم. وأنت رأيت حتى في مؤتمر عندما يقول أقاليم ويتحدث عن نعم. هذا دعوة للحرب الأهلية. عندما تدخل الحرب الأهلية نعم. لن تنتهي. وأنت رأيت العالم كيف مصر أن ليبيا لا تدخل الحرب الأهلية لأن يعلمون جيدا خطورتها. ولكن الآن الدعوات الحرب الأهلية أول ما بدأت بالإرهاب، سرايا المفتي إلى القاعدة إلى أمورها. هل يعقل تو حتى اللي واخذ حشيش والله العظيم أن أعتقد أنه يكون صحي، هل يعتقد أن قوات كانت في البنيان المرصوص تحارب في داعش وأمريكا دعمت بالضرب بالطيران أن هذه القوات تساند القاعدة؟ تفهمني نحن عش فهمنا شيري هذا، بل حتى أنه تنظيم دولة كانوا يقاتلون تنظيم دولة ثم بعد ذلك وبعتني يا سي احنا حتى لو سلمنا في النقطة هذه، حتى لو سلمنا أن هذا صار شيشان وشعر لفوق تما كان فارقة مرتزقة وزيد عليها اللي حرف الإرهاب منه حفتر قائد الإرهاب تحفت لما درنا بتبدا مدينه وبدت ترسي في معالم الدوله بدا يقصف فيها ويقول قاعد تبا ما هربوا الدواعش بحذاك 650 كيلومتر وفرت لهم سيارات في نص الطريق ولما هربوا من وخشوا لي سرت ولما طلعتهم بالبنغازي وخليتهم في محيط مدينه سرت وقصفهم الامريكان هذا حفتر ولا مش